عدالة اجتماعية. Thank you.
شباب
يعني نحن الآن أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة. انطلقت مسيرة من أمام نادي الشمس متجهة إلى قصر الرئاسة مطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. معنا الآن الأستاذة أسماء محفوظ. يعني ما هي المطالب التي جئتوا تطالبون بها؟ المعتقلين، مش معقولة بعد سنة ونص ثورة والمعتقلين اللي بيتاخدوا في المظاهرات هم نفسهم اللي ما حدش بيسأل فيهم وبقوا منسيين، وبدل ما بنخرجهم عمالين بيزيدوا. مش معقولة انه بعد سنة ونص وبعد ما بقى عندنا رئيس مدني يكون في ناس بتتحاكم عسكريا. المفروض ان ده عهد وانتهى، واحنا هنا مش جايين نهاجم الرئيس مرسي خالص، احنا جايين بنطالبه وبنقول له ان كل الشعب اللي هم انتخبوك وفي منهم كمان ما حدش انتخبك، لكن لينا حق عليك ان انت تخرج المعتقلين، وما ينفعش نستنى. كل واحد قاعد في البيت لو كان عنده معتقل واحد مش قادر يستنى عليه ساعة. دول بقى لهم 9 شهور واكتر من 9 شهور موجودين، في منهم اللي متزبين على الطعام، في منهم اللي حالتهم الصحية تدهورت تماما عشان يخرجوا ومحدش بيسأل فيهم. بنقول يا اما المحاكمات العسكرية او المقبوض عليهم معتقلين بناء على قضايا عسكرية لا يتحولوا يتحاكموا تاني مدنيا، واللي موجودين على قضايا سياسية زي اللي هم بيطلعوا على في مظاهرات زي اخيهم العباسية وبيتاخدوا وبيتلفق لهم اراضي، لا دول يتعمل لهم عفو عام. يعني طب اذا كان هناك احكام قضائيه لبعض المعتقلين، كيف للرئيس محمد مرسي ان يتدخل في هذه الاحكام القضائيه؟ ايوه انهي احكام قضائيه؟ ما هو احكام قضائيه دلوقتي احنا بنتاخد زي محمد محمود، ناس كتير قوي اتاخدت مننا، واحد زي احمد دومه ما هو اتاخد بناء على قضيه قضائيه، لكن في النهايه ايه اللي حصل؟ دي كلها قضايا ملفقه فلازم يتم البحث فيهم تاني. احنا ما حدش فينا واثق في القضاء قبل رئيس مرسي. دلوقتي في نيه جديده ان احنا نتكلم مع الرئيس مرسي ونقول له شوف، يعني احنا عاوزين محاكمه عادله على الاقل، يقول لنا ممكن يعمل ايه. يعني عنده فريق عمل دلوقتي موجود ولسه هيشكل فريق عمل. بنقول له حط في اولوياتك اول حاجه اعملها ان انت ما ينفعش تبقى بتنام وفي مظلوم في السجن. طيب هاي يعني هل تم خروج احد من القصر واتكلم معاكم؟ لا دلوقتي لا، بس انا كنت موجوده من ضمن الوفد اللي قابل رئيس مرسي قبل كده وقلنا له ووعد ان هو قال انا هخرجهم ومش هقدر انام وهو في مظلوم في السجن، وفي الخطاب بتاعه في التحرير قال نفس الكلام، بس ما شفناش حتى اي تكليف، يعني ما كلفش اي حد ان هو يشوف المعتقلين دول وضعهم ايه. فاحنا محتاجين نعرف اي تصرف يقول اي حاجه. في دلوقتي ممكن مجموعه تدخل معانا ملفات، انا من ساعه ما جيت وكل شويه في حد بيديني ملفات ناس معتقله من ايام يناير، يعني ده يرضي مين؟ فاحنا متعشمين في الرئيس خيرف ربنا طبعا ان احنا نقدر نخرج المعتقلين دول. دي هتبقى وقفه احتجاجيه ولا ممكن يبقى في نيه الاعتصام؟ والله هم يحددوا، يعني هم يحددوا، انا مش من المنظمين خالص، انا جايه لو هم هيعتصموا هنعتصم، هم بيقولوا لا، لو هيجوا كل يوم هيجي معاهم كل يوم حسب هم الاغلبيه هنا تتفق على ايه. ومعنا ايضا الناشطه السياسيه. يعني دي مظاهره، يعني ايه المطالب اللي بتطالبوا بيها؟ أنا جايين بنطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين اللي اتحاكموا عسكريا، واللي الجيش امبارح المجلس العسكري قال إن هم 11555 وقال عليهم إن هم من مثيري الشغب. إثارة الشغب اللي هي الثورة، يعني إحنا لو ما كناش أثرنا الشغب ما كانتش أبواب السجن اتفتحت للرئيس الجمهورية وخرج من السجن على رئاسة الجمهورية. وأنا شخصيا توقعت إن أول ما يتم تنصيب أو يتم القسم إنه رئيس الجمهورية يروح يزور الزمل اللي في السجن اللي هم في محكمة أمن، يعني اللي ليهم قضايا في محكمة أمن دولة طوارئ واللي متحاكموا عسكريا، وبطالب كمان بالإفراج الفوري عن ضباط 8 إبريل. وأنا هنا يا ريت بس يعني لو قادرة أمشي بميكروفون في كل حتة وأقدم اعتذار واجب مني لكل ضباط 8 ابريل ان انا اسأت الظن بيهم واعتقدت ان هم ان المشير هو اللي منزلهم ان هم نازلين عشان يعملوا انقلاب عسكري، واتضح بعد كده ان انا كان رايي غلط وان تحليلي كان غلط وان انا ظلمتهم وانا عايزاهم يسامحوني، ولو حتى ما سامحونيش انا هبقى متفاهمه، بس انا هبذل كل جهدي وكل واجبي هعمله عشان خاطر يتم الافراج عن ضباط 8 ابريل وضباط 27 مايو. هل سيكون هناك تصعيد لهذه المظاهره؟ نعم؟ هيكون هناك تصعيد لهذه المسيره اذا لم يستجيب للطلبات؟ ايوه احنا منتظرين هنا لحد ما يصدر عفو عام عنهم، يا اما مش هنمشي. بقول لحضرتك ايه اللي دخل الرئيس
الرئيس ده مفروض ان واحد مننا بيلبس نفس لبسنا وخارج من السجن ومن مثير الشغب زينا، فلو ما عملش اللي احنا عايزينه هنطلعه زي ما دخلناه. شكرا. ومعنا ايضا الناشط، السياسي احمد دومه. يعني استاذ احمد، ايه هي اهم المطالب اللي انتوا جايين تطالبوا بيها النهارده؟ يعني تقريبا هو مطلب واحد، اطار واحد، اسمه الافراج عن كل المعتقلين، المدنيين الذين تم القاء القبض عليهم او حبسهم او سجنهم في ظل احداث الثوره منذ بدايتها الى هذه اللحظه، الافراج عن المعتقلين حتى العسكريين منهم زي ضباط 8 ابريل وغيرهم، الافراج عن المعتقلين المدنيين الذين حكموا عسكريا، واعاده محاكمه من تمت محاكمتهم من المدنيين عسكريا بتهم جنائيه اللي سواء سرقه او قتل اي مكان. هؤلاء رغم انهم اجرموا من حقهم المسؤول امام قاضيهم الطبيعي المدني، ليس قضاء استثنائي وعسكري اي مكان، لان ضد كل ما هو استثنائي وفوق القانون او فوق الدستور والمحاكم العسكريه، انتهاك لكل ما له علاقه بحقوق الانسان سواء سياسي او حتى جنائي. مع مطالبنا دي سنقدم للدكتور محمد مرسي ان قبلناه او سنترك الطلبات قبل ان ننصرف بالتدخل الفوري للافراج عن الناشط الحقوقي السياسي احمد الجزاوي المعتقل لدى السلطات السعوديه، لاننا نعلم جميعا ان احمد الجزاوي لفقت له قضيه من السلطات السعوديه بسبب قضيته التي رفعها ضد السلطات السعوديه التي انتهكت وهضمت وتهضم طول الوقت وتنتهك حرمات المصريين هناك. والمطلب الاخير هو الافراج عن الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن، تدخل الافراج عنه او حتى على الاقل نقله الى مصر نظرا لحالته الصحيه. يعني طب اذا كان هناك بعض احكام قضائيه قد صدرت ضد بعض الاشخاص، كيف يمكن للرئيس محمد مرسي ان يتدخل في هذه الاحكام القضائيه وانتم تطالبون بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين؟ هل يعني اذا كان حد مدان بالفعل؟ يعني اولا المدانين في قضايا احداث الثوره هم ثوار رغما عن انف المجلس العسكري والقضاء الذين حكموهم، لان القضاء يعني دعنا نتفق في البدايه ان فكره القضاء النزيه بمطلقها ليست موجوده في مصر، هناك قضاة شرفاء يعني احذيتهم فوق رؤوسنا، لكن الحقيقه ان كثير من القضاة وخصوصا القضاة المنتدبين وقضاة التحقيق في القضايا قضايا احداث الثوره قضاة موجهين ويتلقون اوامرهم بالتليفون سواء من المجلس العسكري او من اي من كان. هؤلاء الثوار الذين تمت محاكمتهم امام محاكم مدنيه وادينوا وحبسوا من سلطه الدكتور محمد مرسي الافراج عنهم، سلطته كرئيس جمهوريه يمتلك هذه الصلاحيه، وان لم يحدث الحديث عن ان هذا حكم قضائي يجب ان نحترمه. عندما يكون هناك عداله حقيقيه وقضاء نزيه بالكامل في مصر يمكن ان تتعامل بهذه الطريقه، لكن الى هذه اللحظه لا يوجد في مصر هذه الصوره النزيهه والمثاليه والورديه للقضاء المصري. هؤلاء ثوار رغما عن انف الجميع ويجب ان يخرجوا فورا، لانه لولا هؤلاء ولولا الجرحى ولولا الشهداء لما حدثت انتخابات نزيهه في مصر ولا وصل الدكتور مرسي الى كرسي الرئاسه. هؤلاء المدانين بحكام قضائيه منهم اسماء محفوظه منهم علاء عبد الفتاح ومنهم احمد دومه وغيرهم. اذا نحن نتحدث عن مجموعه من القضاة الموظفين الموجهين من قبل السلطة التنفيذية التي كان يمثلها العسكر لتصفية مجموعة من رموز الثورة كتصفية للثورة في حد ذاتها. هل التقيتم بأحد من ممثلي الرئاسة وتحدثتم معه عن المطالب؟ يعني الى هذه اللحظه لم نلتقي احدا من مؤسسه الرئاسه. الجميع بالداخل يعرف اننا نريد يعني شكلنا وفدا ونريد مقابله الدكتور مرسي، ان سمحوا لنا بذلك فبها ونعمه، وان لم يسمحوا سنقدم طلبنا وننهي وقفتنا وننصرف بسلام، لاننا هنا لمطالبه الدكتور مرسي بصفته رئيسا للسلطه التنفيذيه واول رئيس منتخب بعد الثوره للافراج، اصدار قرار الافراج عن المعتقلين. ان عرفنا ان او استطعنا مقابلته فاهلا وسهلا، ان لم فنحن لم ناتي اليوم لمهاجمه الدكتور مرسي ولا لابداء معارضه ولا غيره، احنا جايين نطلب منه طلب فله ان يقوم به وله الا يقوم. المهم في النهايه ان الدكتور مرسي حملته وضعت له 100 يوم كفرصه او مهله ننتظر عليه ولا نعرضه خلالها، ونحن التزمنا بذلك. بعد ال 100 يوم سننظر ماذا قدم وماذا لم يقدم الدكتور مرسي لخطوات الثوره المصريه. بشكر حضرتك جدا يا استاذ احمد. يعني سبب وجود حضرتك والمطالب اللي بتطالب بيها؟ انا الاول بس انا اسجل طبعا احمد شاهين احد شباب الاخوان المسلمين. انت عارف بحضرتك في الاول احمد شباب الاخوان المسلمين،
هو الموضوع بس اللي احنا بنطالب بكل الحريات الخارجة لكل المعتقلين السياسيين الذي تم اعتقالهم في المرحلة الماضية من قبل النظام الفاسد المستبد من المجلس العسكري وسطه وتسلحه للشباب وتصفيته للثورة المصرية من قبل شبابه واعتقاله جميع الشباب المصريين، لأن يوجد في أكثر في السجون المصرية حاليا بالمحاكمات العسكرية أكثر من 11,000 واحد مصري وفي منهم بنات من المعتقلين العباسية ومعتقلين. نحن الآن نطالب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بأن يتدخل في هذا الأمر وأن يعلن حاليا وأن يتدخل في هذا بالإفراج التام والفوري عن كل المعتقلين السياسيين. لو ثبت غير ذلك فلو أن يحاكموا محاكمة مدنية وليس محاكمة عسكرية. المحاكمة العسكرية ليس من حقهم، هذا هم مدنيين ومن حقهم أن يتحاكموا محاكمة مدنية، ونحن نطالب الدكتور مرسي بالتدخل في هذا الأمر والمحاكمة محاكمة مدنية إذا لزم الأمر. ولكن هنا نحن نتوحد من أول وجديد لثورتنا وأهداف ثورتنا، وهي أن كل واحد وحدة وطنية واحدة للخروج من هذه المعتقلين الذين لم يجرموا لا في حقهم، لكن هم خرجوا قالوا رأيهم، لا هو الرأي المستبد في حق المستبدين من عصر حسني مبارك وعصر المجلس العسكري. وهذا ما يحصل المجلس العسكري أنه تدخل الآن في سلطات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب من قبل 13 مليون مواطن مصري، وهذه صلاحياته. أنه نحن نطالب أيضا بتسليم صلاحيات كاملة للدكتور محمد مرسي من قبل هذا الجموع، وبرضو نطالب برضو بالخروج والمحاكمات غير المدنيين، نطالب دلوقتي بالإفراج التام عن المدنيين اللي تم اعتقالهم في عصر حسني مبارك وعصر المجلس العسكري، وده طلبنا اللي احنا توحدنا عليه حاليا ودلوقتي. وان شاء الله في محاولات اللي احنا دلوقتي اللي احنا نتواصل مع المجلس الرئاسي جوه في الرئاسة الجمهوري، وبنطالب دلوقتي في محاولة اللي احنا نقابله، لو ما قدرش اللي احنا قابلناه قد يخرج لنا بعض الناس او بعض الناس تخش تقدم للمؤسسة جوه بعض الاوراق عن المعتقلين السياسيين في الفترة القادمة. وصدر لنا قرار وعرفنا دلوقتي ان الدكتور مرسي اخذ قرار بتشكيل لجنة من قبل مؤسسة الرئاسة للتحري عن المعتقلين السياسيين جميعا، والتحري من قبل الوفود والطلبات الكامنة في هذا الجموع للشباب. ونطلب ان شاء الله من الدكتور مرسي ان هو يكون عنده قرار الاسبوع ده. وانا احد شباب الاخوان وبقول ان احنا طلبنا موحد وسننتظر الدكتور مرسي 100 يوم. الشباب العادي وكله نحن ندرك ان الدكتور مرسي ان شاء الله سيغير وعنده الامكانيه ان هو يغير، ولكن ان لم يغير وان لم يكن تحت حسن ظن الشعب المصري نحن لا نخرج عليه، ولكن سنقاوم المجلس العسكري وسنقاوم كل السلطات المستبده المكمونه في النظام، السلطه المستبده من عصر حسني مبارك لحد ما ياخد كل صلاحياته الكامله، وان احنا نقدر نخرج من الغفه ونقدر نخرج من هذا التعنت والاستبداد لخروج في طلباتنا اللي هي نطالب بالحريه اللي احنا خرجنا في قبلها في ثوره 25 يناير، عيش حريه عداله اجتماعيه لكل المصريين لكل الفئات لكل المجتمع المصري مسلمين او مسيحيين لكل من قبل هذا الشعب المصري. يعني لحظه واحده، يعني دلوقتي يا حاجه نتعرف بحضرتك وايه سبب وجودك هنا يا حاجه النهارده؟ انا سبب وجودي ابني اسمه محمد احمد عبد المجيد محمد، اختفى من ايام الثور وهو رب الاسره الوحيد، عائل الاسره الوحيد، ابوه عيان وهو بيجري عليه. حضرتك بتقولي هو اتقبض عليه ايام الثوره؟ اتقبض عليه ايام الثوره، اتمسك عندي كمان ده شهور، ومن ساعتها مش عارفه له طريق. طيب هو اتمسك في احداث ايه؟ ما عشان ما معهوش بطاقه، عشان ما معهوش بطاقه. طيب انت بتتصلي بيه دلوقتي ولا ما فيش اي حاجه؟ ولا معاه بطاقه ولا معاه تليفون. وهو كبير الاسره بيجري علينا، واخواتي طول كلهم المدارس بسبب، مش لاقي حد يجري عليا ايه للشرد. انا عايزه بس اعرف طريقني فين، كل اللي انا عايزه اعرف طريقني بس فين. تحيات النبي، صوت لكم النبي. يعني احنا دلوقتي يا حاجه ان شاء الله احنا الكلام بتاعنا هوا، فنتمنى ان حضرتك تقدري توصلي لاي حاجه ان شاء الله عن ابن حضرتك، وان شاء الله يرجع. نتعرف بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. صبحي محمد حسن من معتقل احداث العباسيه ومن معتقل احداث يناير. احنا دلوقتي جينا هنا. ايه سبب اعتقال حضرتك؟ يعني التهم اللي وجهت ليك. نزلنا عشان مصر تعيش حره. التهم يعني التهم اللي توجهت ليك. ان احنا اقتربنا من المنشاه العسكريه، كنا على بعد كيلومتر من المنشاه العسكريه، كنا في مسجد النور. دي كانت تهمتنا ان احنا كنا في مسجد النور، اعتقلنا من مسجد النور. وقصه مسجد النور مش وقت ان احنا نسردها دلوقتي عشان هي قصه مؤلمه، ومش عاوزين نزود الم مصر للمشير والناس اللي معاه بيزودوه.
احنا دلوقتي جايين برساله معينه للدكتور مرسي، خمسه مفاوضين من قبل السوار ان احنا ندخل للدكتور مرسي ونوصل له الرساله، ولكن في ناس غرضها ان هي تحول بين الدكتور مرسي وبين شعبه. حتى الدكتور مرسي دلوقتي انا اتخيل ان هو ما يعرفش اللي بيحصل بره. الناس دي تقصد ان الدكتور مرسي يعيش منعزل عن الشعب المصري. الاستاذ احمد اتفضل، استاذ احمد تعالى. الدكتور مرسي دلوقتي لو يعرف ان احنا في دلوقتي حاليا دلوقتي يطلب دخولنا حالا. احنا دلوقتي بنطالب دلوقتي مطالب معينه، الافراج عن كافه المعتقلين السياسيين وتكريمهم حالا، والنظر في وضع المعتقلين على ذمه التحقيقات. احنا لما دخلنا سيدنا الزراعه فوجئنا باحداث يعني عار على وجه الانسانيه. احنا وجدنا ناس محبوسين على ذمه التحقيقات 5 و6 و7 سنين، وفي الاخر بيتحولوا عند قاضي ويحكم ببراءتهم. احنا بنطالب بان الناس دلوقتي ينظر في وضعهم ويفرج عنهم حاله، لان اللي بيحصل لهم دلوقتي عار على وجه الانسانيه. حضرتك خدت افراج ولا يعني اخلاء سبيل على ذمه التحقيق؟ سبيل على ذمه التحقيق. والنهارده كنا في جلسه وجينا النهارده ان احنا نجامل الدكتور مرسي، خمسه مفاوضين من قبل الصور ان احنا نجامله. فوجئنا بالناس بتكفل الباب. احنا صعبان علينا الشباب دلوقتي ان هم اطلقوا العاب ناريه قدام الدكتور مرسي، لان ده مكان ليه جلاله، فاحنا زعلانين وكان الحرس الجمهوري. يعني هو برضو بيقصد ذلك، يعني هو برضو العدد كبير، يعني الرئيس المنتخب محمد مرسي اكيد مش في استطاعته ان هو يقابل العدد ده كله، بس ممكن تفويض من الناس ان هم تقابله. هل ده حصل فيه تفويض حصل وناس قابلته ولا لسه؟ مع حضرتك، ما احنا العدد ده مش هيدخل طبعا، ده شيء اصلا مش منطقي. احنا خمسه مكلفين ان احنا ندخل، وخمسه ما شاء الله نخب مكلفين ان احنا ندخل نبلغه بالمطالب، ولكن الناس دي بتصد عن ان احنا نوصل للدكتور مرسي، وكاننا بيقصدوا ده علشان خاطر يزوروا ان الدكتور مرسي ما بيتصرفش قدام شعبه. وفي نفس الوقت صديق دلوقتي اتصل بيا وقال كلام غريب جدا ان احنا جايين نقتحم القصر. هل ده يعقل؟ هل الثوار بالفكر ده معقول؟ شكرا. يعني تعرف بحضرتك، انا اسمي دينا عبد الله، انا من الناس اللي في 13 مارس يعني لما بينا المشير طنطاوي في 18 يوم الاولانيين بعد مقابلتنا ليه، الناتج عنه ان احنا اتقبض علينا بعدها وتلككونا ولفقونا قواضي ضرب رائد مكلف، توزيع منشورات لقلب نظام الحكم، خرق حظر التجوال من غير ما نعمل اي حاجه، قعدنا في السجن الحربي ناكل اكل مدود، بنشرب ميه سوداء، نايمين في ميه. انا كان عندي ساعتها 17 سنه، تميت 18 سنه جوه السجن الحربي، ما عملتش اي شيء. كل اللي انا عملته لما لقيت المشير طنطاوي بيتكلم ان جاب عمر بيضربنا، هو ما رضاش يضربنا، فطلب موعده في بيوتكم. لما رضيت عليه قلت له لا كنت اضرب. يعني ايه مطالب محدده حضرتك بتطالبي بيها دلوقتي؟ اهم حاجه المعتقلين. دكتور محمد مرسي بيقول ان هو ضرب السجن، لو هو ضرب السجن وشاف المرار اللي احنا شفناه هيطلع ناس المعتقلين. انا لما انا ضربته بالنار رصاص حي بطني في احداث مجلس الوزراء، زميلي مهند كان برده مضروب بالنار في احداث مجلس الوزراء، مرمي في السجن وهو اصلا رجله هتتبتل بسبب ان هو ما بيتعالجش، وملفين له ان هو سبب احداث مجلس الوزراء. هل يعقل اللي مضروب بالنار هو اللي عمل الاحداث؟ طبعا بنقول انا متضايقه من الدكتور محمد مرسي وجايه ببلغه الرساله دي النهارده. بقول يا دكتور محمد مرسي، انت طالب تشكر المجلس العسكري على ادائه الفتره الانتقاليه اللي قعد يقتل فينا محمد محمود ومسبيرو ومجلس الوزراء وكل الاحداث دي. بنقول له دكتور محمد مرسي، انت قدامك خيارين، يا المجلس العسكري وهيبيعك كالعاده، يا تختار الثوار هنفضل جنبك، يا اما هنبقى نقمع عليك. شكرا. يعني تعرف بحضرتك وسبب وجودك هنا؟ اما انا سبب وجودي هنا حاجتين. انا قريت في جريده الوفد خبرين اريد التحقق منهم، واريد التحقيق مع جريده الوفد في خبرين لو كانوا الخبرين دول غلط. الخبر الاولاني هبوط 4 طائرات من السلاح الجوي السعودي الى احدى المطارات في القاهره واخذوا معاهم بضاعه مجهوله الهويه. اولا هل ده شيء عادي؟ ثانيا يعني ايه بضاعه مجهوله الهويه؟ الحاجه الثانيه احنا عايزين نعرف حسني مبارك فين؟ انا من حقي تروح لمستشفى المعادي. يعني انا بسال عن سبب وجود حضرتك هنا بس. هو سبب وجودي هنا حاجتين دولت. الحاجه الثانيه انا عايز اعرف حسني مبارك فين. انت جاي هنا عشان تعرف حسني مبارك فين؟ بالظبط. الحاجه الثانيه جريده الوفد كتبت نشرت تذكره بتاعه المرشح السابق احمد شفيق وقالت ان في ان هو محمل 7110 كيلو لما راح ابو ظبي. ثاني يوم جريده الوفد قالت لا ده المطار كذب، عايز تحقيق. طيب شكرا. ناخد حد ثاني يعني نتعرف بحضرتك. انا عائشه ممدوح، اخت معتقل عبد الله ممدوح الدمرداش. عبد الله معتقل في السعوديه. انا بحضرتك اخويا.
انا جاي النهارده مش عشان عبد الله بس، انا جاي عشان كل المعتقلين. احنا عملنا ثوره عشان نسترد كرامه المصريين. ما ينفعش كرامه المصري تتهان في سجون العسكر، ما ينفعش كرامه المصري تتهان في السعوديه، ما ينفعش كرامه. هو ايه سبب القبض عليه واعتقاله؟ التهم الموجهه ليه؟ عبد الله قعد 4 سنين، احنا مش عارفين تهمته. هو 4 سنين حبس انفرادي في السعوديه على ذمه قضايا امنيه، هو واللي زيه كلهم المعتقلين السياسيين في السعوديه كلهم تهمتهم واحده في الاخر. الخارجيه قالت لنا ان تهمهم تعاطف مع ما يحدث في العراق وفلسطين. التهمه دي لا تعاقب عليها الشريعه الاسلاميه ولا تعاقب عليها قوانين السعوديه، فهم لحد دلوقتي ما اتحكموش. احنا بنطالب بعودتهم فورا وتدخل الرئيس مرسي اللي جرب مرات الاعتقال، مرات الاعتقال في الغربه تضاعف مرات الاعتقال هنا. عايزين الرئيس مرسي يتدخل فورا فورا. العلاقات المصريه احنا مع السعوديه بنحترمها، لكن ما ينفعش يكون في اهانه للمصريين. المصريين دول لازم يرجعوا فورا وقبل رمضان، اهاليهم خلاص مش قادرين يستحملوا. لازم وقف اهدار كرامه المصري في السعوديه ومعتقلين سياسيين يخرجوا قبل رمضان. ده مطلبنا من رئيس الجمهوريه اللي جرب معنى الاعتقال ومعنى الظلم. بس اتعرف بحضرتك يعني بس هنا سبب وجودنا هنا هو زي ما انت شايف كده، بنطالب بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين المصريين في السعوديه اللي بقالهم سنوات بدون محاكمات. الحمد لله في الفتره اللي فاتت دي افرج عن عدد محدود منهم، ولكن مطالبتنا ان يتم التسريع بالافراج عنهم جميعا قبل رمضان، لان كفايه كده قوي سنوات طويله بدون محاكمه وبدون جريمه. فان الاوان ان السلطات السعوديه تفرج عنهم فورا وترجعهم لمصر وتعوضهم عما اصابهم من ظلم ومن اذى. هي دي المطالبه بتاعتنا. شكرا. يعني سبب وجود حضرتك هنا وايه المطالب اللي بتطالب بيها؟ سبب وجودنا هنا اول مره اعرف بيك الاول. عبد الله محمد معوض صحفي. احنا موجودين هنا النهارده مش بصفتنا اعلاميين، احنا شعب مصر اللي تعب كتير قوي عشان يبقى موجود على الارض وليه صوت. احنا قادرين ان احنا نوصل صوتنا دلوقتي واحنا واقفين قدام القصر، واكيد الدكتور مرسي سمعنا وعايزينه يعرف ان هو زي ما قال على اخواتنا الفلسطينيين وقال على سوريا وقال على الشيخ عمر عبد الرحمن اللي في امريكا اللي احنا ما نعرفوش هو عمل ايه، ما نعرفش تاريخه، بس نعرف اخواتنا اللي في السعوديه، نعرف هم مسجونين ليه بدون محاكمات عسكريه، نعرف اخواتنا اللي موجودين هنا اللي هم سبب وجود القصر ده، سبب وجود الكرسي. فلازم كل واحد قاعد على كرسي يبقى عارف تماما، يبقى عارف كويس ان زي ما احنا حطيناه نقدر نشيله. واذا كان اللهجه الانفعاليه هي اللي بتسمع الصوت، فاحنا قادرين نعمل لهجه انفعاليه. احنا قادرين نقف على الارض ونسمع صوتنا للعالم كله ان احنا اذا كان رئيس الجمهوريه بتاعنا قادر يجيب المعتقل اللي في بلد ثانيه في امريكا، فأرجوه يفكر الأول في الولاد اللي عندهم 27 سنة و 28 سنة ومستقبلهم بيضيع يوم بعد يوم. يعني اتعرف على حضرتك سريعا واسباب وجودك هنا ايه؟ انا شهنده فتحي مرات احمد الجزاوي المحامي المصري المعتقل في السعوديه. احنا دلوقتي عرفنا ان احمد الجزاوي دلوقتي في عنبر الاعدام وهم خلاص عايزين يعدموه، والاعدام في السعوديه بيطيروا سيف الرقبه بالسيف. يعني هي دي معلومات ما فيش حاجه اتنشرت عن الموضوع ده، يعني حضرتك جبتي المعلومات دي منين؟ لا انا من جوه السجن. انا حضرتك بتتصلي بيه يعني؟ لا زمايله هم مانعين عنده الاتصال خالص، مانعين عنه اي اتصال. زمايله في السجن هم اللي بيكلموني بيبلغوني باخباره. بين لحظه وثانيه ممكن احمد يتحكم عليه بالاعدام لو احنا ما اتحركناش. كلهم عارفين مين هو احمد الجزاوي، ودكتور محمد مرسي نفسه عارفه وعارف مين هو احمد الجزاوي، وعارف ان هو بريء وعارف ان هو بطل من 2005 وهو اول ما اشتغل في السياسه، وهو عارف عمل ايه عشان البلد وعشان كل المعتقلين من كل الطيارات مش من طيار معين. ولما يتقال عليه النهارده ان هو بيهرب اقراص اصلا بتاعت قلق والنوم، ايه ده؟ ازاي يتقال على ابطال مصر بكده واحنا نسكت؟ ازاي احنا نسكت؟ احمد الجزاوي لو اتعدم دمه في رقبتهم جوه. شكرا. يعني كانت هذه اراء المتظاهرين هنا، ونترككم الان مع هذه الصور الحيه.